السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل برومت قوي او تكتب مطالبة قوية للبيت جورني او الستيبل ديفيجن او اي موقع من المواقع دي، فالموقع اللي معانا اللي هو برومت ومانيو هيفيدك في القصة دي. هتقول له تراي ذا برومت بيلدر، بيقول لك انت عايز انهي واحد فيهم، تقدر تختار اي واحد فيهم. طيب عايز زي انا شكل مثلا دوت، فهو بيبدأ يكتب لك الكلام اللي يخليك تعمل السفير دوت، تمام. طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز احط شويه ديتيل، مثلا الكاميرا، عايز مثلا ديت الشكل دوت وهكذا، تمام. تقدر تقول له انا عايز حاجه مثلا بالشكل دوت، فيبدأ ان هو يكتبها لك. طيب بعد كده عايز مثلا الالوان اللي انت عايزها، تبدأ تختار اللون اللي انت عايزه، الماتيريال، عايز اختار مثلا اللايت، فهو بيجهز لك كل الحاجات ديت بحيث ان انت بس تاخدها كول بيست وتبدأ ان انت تشتغل بيها. بص البرومت ده عامل ازاي، فده هيوفر لك وقت كتير جدا في ان انت تكتب بالبرومت اللي انت عايزه. تعال نجرب مثلا دريم ستوديو، نفس الفكرة. تبدأ تختار بقى انا عايز مثلا لاندسكيب، مثلا عايز ديتيل، اللايتنج بالشكل دوت، هو يبدأ بقى يوريك النتيجة تبقى عاملة ازاي. فأنت مجرد تختار بس، مش لازم تقعد تكتب أي حاجة، يطلع لك الصورة اللي أنت عايزها. فنلاقيه طلع لنا الصور بالشكل دوت. تقدر تعمل لها بابلش، تقدر تعمل لها اوبن، تقدر ان انت تعمل برومت اخر تغير فيه زي ما انت عايز.